تكرار أساليب الكتابة. برأيك يعني بالعودة إلى كتاب عالم مجنون، مجنون الذي يضم 23 قصة متنوعة في كتاب واحد، يعني ملزم بوحدة موضوعية طبعا، كيف ضمنت أو استطعت أن تحقق التنوع في قصص أو محتوى هذا الكتاب؟ شوف، هو عالم، يعني عالم مجنون مجنون. العالم فيه كل شيء، فيه السيء والجيد والجميل والبشع فأنا حبيت أن أخلق عالم جديد. يعني عندما يدخل الإنسان في هذا الكتاب ينفصل عن العالم الذي هو فيه ويدخل إلى عالم آخر. هذا العالم قائم بحد ذاته على مفاهيم تعتبر اليوم جنونية، ولكنها في الواقع هي المفهوم الحقيقي والواقع. يعني عندما تدخلين في قصة مثلا عن المعلمين وترين المعلم يعيش أحسن عيشة، راتب المعلم مثلا 10 أضعاف راتب مدير بنك، يركب أفخم السيارات، أوكي أي واحد يسمعها يقول لك هذا كلام مجانين. يعني لأن الواقع غير ذلك. أن المعلم في العالم العربي عيشته بالضبط 180 درجة عكس هذا. أوكي، أنا أدخلك إلى عالم كامل، ترين المعلمين يعيشون العيشة المثالية. هو طبعا كلام جنوني أنه لا واقع له، صحيح ولكن الحقيقة يجب أن تكون كذلك. صحيح، المعلم يجب أن يكون استحقاقه في الحياة أكثر مما أكثر في الواقع بكثير فعلا. قيمته الاجتماعية والأدبية والإنسانية في المجتمع أكثر من أي مدير مؤسسة صحيح اقتصادية. أو هذا هو العالم بكل تشعباته، تجدين فيه المعلم، الرجل المتقاعد، فتاة الجيران العانس، كل هذول المقومات والمكونات للمجتمع موجودة في هذا الكتاب باللهجات وعربية بأكثر مختلفة. من 10 لهجات عربية. ربما أنا أكون من قلائل الذين كتبوا بأكثر من لهجة، باللبناني، بالسوري، بالعراقي، بالمصري، بالمغربي، بحيث أنه الكتاب لا يمت بصلة لبلد معين. هذه نقطة مهمة أحب أن أذكرها، أنه الكتاب لا يتناول مجتمع محدد في العالم العربي ولا يشير لأشخاص محددين. ولا لأشخاص محددين ولا فئة لأي محددة. منظومة أو فئة محددة. يعني أنا إذا كتبت قصة مثلا باللهجة المصرية، ليس المقصود فيها أن هذا الواقع ينطبق فقط مثلا على مصر، أو إذا في الخليج أن هذا الواقع ينطبق على الخليج. لا، هي تتناول حياة الإنسان العربي في كل مكان، ولكن للتنويع، نعم، بهدف التنويع. صح بهدف التنويع. قلت لك هذا الأسلوب في الكتابة هو أسلوب جديد، يعني ربما يكون الأول من نوع اللي يكتب فيه. هو أنا حاولت في جمع كل الأضداد بحيث نخرج بأدب ولون جديد من الأدب الساخر، يستطيع أن يتطرق إلى أي شيء، من السياسة إلى الثقافة إلى الأدب إلى الواقع الاجتماعي إلى الواقع الاقتصادي. كل شيء ممكن نتطرق إليه في قالب لون جديد من الأدب الساخر، الذي يشكل في نفس الوقت دراسة علمية. نعم دكتور، من خلال تجربتك بالتعامل مع القطاع الخاص لدعم هذا الكتاب، كيف تجد دور هذا القطاع في دعم الثقافة والأدب بشكل عام؟ يعني دور مخجل ومخزي، نعم. أقل ما يقال عنه، أنه أقل ما يقال أساسا عن واقع الكتاب في العالم العربي أنه مخجل ومخزي. يعني إذا أخذنا أنه مثلا مجموع نفوس أمريكا 300 مليون ومجموع النفوس في العالم العربي كمان 300 مليون، في أمريكا أي كتاب ينشر تطبع منه ما لا يقل عن 10 ملايين نسخة، بينما في عالمنا العربي المرحوم نجيب محفوظ خلال أكثر من 40 سنة من كتابته وعشرات ومئات القصص، جميع ما نشر وطبع من قصصه بلغ 20 مليون في خلال مسيرة تتجاوز 40 سنة من الكتابة. إذا المقارنة واضحة جدا. نحن أمة للأسف الشديد لفظنا الكتاب وتركناه وطردناه من حياتنا، نبعده عن حياتنا شيئا فشيئا. عندما
راجعت إحدى أكبر دور التوزيع للكتب، وكان جوابهم نحن لا نوزع سوى كتب الطبخ. إذا كان عندك كتاب طبخ أهلا وسهلا. هاي اللي يجي السوق أكبر يعني. بالضبط، أنه كتاب طبخ أهلا وسهلا يمشي. أضعف الإيمان أنه يكون كتاب تنجيم مثلا أو علم فلك أو مش عارف طب أبراج أعشاب حضور. أو طيب. وأنا أتكلم معه وهو يجادلني ويحاول أن يقنعني أني أقوم أترك هذا الكتاب وأكتب كتاب طبخ. حتى أني كتبت قصة موجودة في كتابي أسميتها المحشي الباذنجاني لأبي الفرج الإصفهاني. أنه لو كان أبي الفرج الإصفهاني إذا اليوم سخر من الوضع بدل نفسه كتاب الأغاني لربما كتب كتاب المحشي الباذنجاني. ربما ربح أكثر أيضا. القطاع الخاص، طبعا أنا أشكر الشركة ماغنوم القابضة التي دعمت حفل إطلاق الكتاب والدعم المعنوي اللي أنا تلقيته من كثير من أصدقائي، ولكن كواقع عام أنا لا بشكل عام أتكلم عن نعم حالات صحيح. فردية، نقول بكل بساطة أن الواقع العربي للكتاب ليس واقعا مبشرا بالخير أبدا. ليس هناك دعم، ليس هناك، حتى ليس هناك دعم من الصحافة للأعمال الثقافية. يعني لو رأينا اليوم أي مؤسسة اقتصادية تعمل تطلق أي شيء، حتى إن شاء الله يكونوا افتتحوا مثلا غرفة جديدة للحرس مثلا أمام البنك، فستجدين 10,000 صحفي يغطون الحدث. أما إطلاق كتاب أو قصيدة أو مجموعة شعرية أو أي شيء، فستجدين أن الصحافة نادرا ما. لا تبدي ذاك الاهتمام في الموضوع. نعم دكتور، طبعا نشكرك على هذا اللقاء، والحديث طبعا كان شيق جدا، ولا شك انك تطرقت لهموم كبيره ايضا في قالب ساخر ولكن راقي. طبعا نشكرك دكتور محسن الصفار على قبولك هذه الدعوه، ونهنيك بمناسبه هذا الكتاب الجديد. شكرا جزيلا شكرا. لكم. السلام عليكم. فعاليات وأنشطة متنوعة نقدمها لكم من خلال حلقة جديدة عبر برنامجكم باب البحرين، فأهلا بكم.